الحضور الكريم يشرفني فضيلتك الاستاذ سامح مراسم السيو بسماز ولكن استسمحكم لان نتمسك بثنا زيرت مليح مره مره ندوم المجموعه الزعرات. نشكركم على الحضور من شمس الطاس، نشكرك جمعيه اكسال للتنميه في شخصي رئيسها وفي جميع الاعضاء النشيطين فيها، نشكرك الاستاذه فوزيه اللي دابا غنمشي نزير وقت الناس تسد رغم المشاغل اللي غاس، نشكر الاستاذه المناضله من دمق المناضله اللي عندها في الحقل السياسي، طمغه تمزوار الدين نظر اللي استطعن اثناء سيا يزن في المجال السياسي، استاذه نجاة استاذه عظيمه كنشكرها بزاف لانها هي اللي تستطع باش تيتبو من منو تفنشين زكوطه يعني منتخبين زكوطه وانما انت فاسا فاسا كويس. تذكر عن جدار واستحقاق بلي ثمغة تعرفش بودر أتوض غزة الطاس. نتمنى الأستاذة فوزية والأستاذة نجاة توفيق النجاح ونتمنى غو مرة أتيري نجاة الأستاذة فوزية خد ويكشن كنت باش قلت كنت ورا كنت مني وتغيم كنت مغادي تداد ثمغة تتفوغة تخدم قال خدمت وتجي قدر عليك. عاود تشكر دي مناسبة الأخت المغنية من بلدية زغنغان الأخت امينه اللي سنزل ميشيكا ونشكر جميع ونشكرك ما نشكر الصحابي كينا باش وكيهم تسوي لخويا الطاس وكي وجيبو زين عدينا نسوي لها الطاس. هذا هو مقدمه الاستاذه فوزيه الكاتبه الشهيره الاخت فوزيه الكاتبه ثم زوجتنا وجماعتنا فوزيه غادي تجي زين ميشيكا ونمشي نطاحها بالطاس الزايس اللي غاب ميشيكا من سوار ميشيكا يعني جمت من طاقه الضم زيانت يجنت ما تطم زيان تمشات مشاية الطاس وانتتوبو بلي يمكن أغلبية الزيشن توصين تبو يجي الكاتب ضم قام قناة محمد شكري من سواق محمد شكري من سواق مجموعية شكرا خبز الحافي صاحب خبز الحافي اللي ترجم الطاس اللغات نتارى صار رحمد نتارى جميع المناضلين الشهداء ونجت الأخت فوزية أمدو مني خلق دي ثماثة ثم ثاي خلقني دي شنيا يا زني جنتي مغارين الاخت فوزيه تغرى دي بني شيكر تكمل غوري نس دي تيتوان وهي الان صحفيه تعمل دي مجال التجاره وهي كاتبه وغاس العديد من الكتب الغزاز الكتب الذات اذا نتت الزواج بالقرعه هي عباره عن جدارات ونصوص يعني شن مختارت من خالص النصوص يعني تختار الست سواقات وصارت بهم الايام روايه قصه تحكى تعاوديش القصه. نتمنى ان شاء الله من غزال اتنغى مره نشجع اختنا وشكرا وقبل ما اختم غير والين ونشر الكلمه الاستاذه نجاة دوم السيور نجاة بركان ولا انت في جسم بني شيكر في جسم طماطه ايضا غيمشي نيزان وشرتي مغارين مشينا كتاب وكاتبات وشينا غرد مناضلين في مجال السياسه والاخت نجاة دوم السيور ختم غاث دي المجال القروي طبعا تعرفش دي المجال القروي مين تقى مين بودارته وشكرا الكلمة للأخت نجاة وسمح مي الطاس مرسي والغطاس والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نجمعوا تشكر الطاس الجمعية الإنسان للتنمية والبيئة إذا بغيت نستضيف معاك كنت نهار أنا بوم القيا يعني تزومي دو تفرزي ثوات يعني غير بابا لي زري يعني حسو السجن فرح طم خرج ما يمي لأن طمغات أولا باش توسد باش تحضع للقاء يعني تفرزي تداك باش تطوض غامشنا باش أتيسير يعني تا ليجن نشتولي تحت الزير صوات طاس زي كنت يعني زي كيما عارف الإكسال ومش نتشكر الجمعية اللي كسر بي شخصيا الرئيس نزل الأعضاء نزل المعارة اللي صار أولا تغير غادي ظروف صحة الطاس باش صغير يعني الأشغال اللي غادي تجي مسرايين يعني تغير تصح ولكن أنا مي إلى نقل لقاء اللي لك في معارين الأوكسان يعني في معارين مويت فورتيني قان محو الأميات يعني يفلون على المجال تمسرايين مول تخصص تخصص نتاعي يعجبني الحال تخصص مار الأشغال اللي غادي تغير اللي غاس ولا بودي خصنا ضو ضو ديني يعني شو زي وقتي لو احد وش يتم غاري من بوكسان يدو نعم ليه صراحة من الشارع من الشارع ضفقا نبيت اللي تتولي غربي غير نقيم الحقيقة وقتي اللي بود لدوان يشي الحاشد غالبا مديري اسمني مول أسرة يعني أسرة وخا يعني غاس شكل بنادم يجي نقيم ولكن
كأسرة يعني اللي رانا المناقشة الأمزة يعني.